رحت يوم من الأيام إلى مستشفى العجزة، وأنا داخل المستشفى بين السراير أسلم على ذاك وذاك، شد انتباهي ذلك الرجل الكبير في السن، بلغ من العمر 90 عام، نظر إلي نظرات والله يا إخوان ما رأت عيني مثل تلك النظرات. فنظرت إلي وإذا بنظرة البأساء، فذهبت سلمت عليه وإذا به كثف ما يرى أعمى. قال لي يا ولدي تكفى طلبتك، تكفى يا ولدي طلبتك. قلت آمرني يا عم، من العين هذه للعين هذه اطلب. قال تكفى يا ولدي، والله لي 3 أيام وأنا ذابحني الجوع، ما أكلت شيء وما شربت شيء. أعوذ بالله. المستشفى قال يا ولدي ما أشتهي أكله. يا الله. قال ما أشتهي أكله. قلت وش تبي يا عم؟ آمر اطلب اللي تبي. قال يا ولدي سمعك رياء، رح للبقالة واشتري خبز فقط، هذا اللي يعني. أبي خبز. ذهبت يا إخوان، خرجت من المستشفى واشتريت خبز واشتريت ماء واشتريت عصير واشتريت أطعمة، أدخلتها وعطيته. أخذ الخبز، أخذ قطعة من الخبز وغطها بالماء وأكلها. يوم أكلها التفت إلي بانتفاضة، ابتسم ابتسم قال الله يجزاك خير. قلت يا عم أسألك سؤال واعذرني على هالسؤال، أنت يوم أنك الحين في المستشفى ما عندك عيال؟ ما عندك بنات؟ نزل راسه شوي ثم رفع راسه وقال يا ولدي إلا عندي عيال، وعندي والله 10 عيال وبنات. سبحان الله 10 عيال. قال إيه يا ولدي، ولكن كبروا تزوجوا وكل راح مع امرته ونسوني وتركوني في بيتي، والله يأتيني الشتاء ويذبحني البرد، أنادي ما أحد يلتفت لي. يوم من الأيام جاني أرحم عيالي، هذا أرحمها. قال يبا التسم يا ولدي، والله كنت أظنه يقول تعال نام عندي، وكنت أظنه يقول يا يبا أبشر أني سويت لك غرفة ترتاح فيها وتجلس، أحسن من أنك جالس الحين في الحوش وذابحك البرد. قال يا يبا روح في مكان يصلح لك وترتاح فيه وتريحنا بعد وتريحنا. قلت يلا مشينا يا ولدي، الله يجزاك خير وأنا كفيف ما أشوف أعمى. يقول وداني قال يا يبا امسك أورقة هذه واجلس بالمكان هذا لين يجيك واحد. قلت وش يا ولدي هذا؟ قال يا يبا اجلس، هذا المستشفى العجزة، لعلهم يعتنون بك، حنا صراحة ما حنا فاضيين. قلت تركني وبديت، أنا عمري 90 سنة بديت أبكي، ما كنت أتوقع يوم من الأيام إنهم يحذفوني بالمستشفى، ما كنت أتوقع يخلوني بالمستشفى الحالي. يا ليتني ما خلفت عيال، يا ليتني عقيم. قلت طيب يا عم فيهم أحد زارك؟ كم لك الآن بالمستشفى؟ قال لي يا ولدي الحين 2. قلت طيب في أحد زارك؟ قال لي 2، ما أحد طرق الباب. قلت ما أحد طرق الباب؟ قال ولا أحد طرق الباب، ولكن وش يا عم؟ ادع لهم من الله يهديهم من الله يردهم. قال لا يا ولدي، رفع يديه للسماء قال والله والله ما أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله وأنا خصيم، والله 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 لا أقف يوم القيامة وأنا خصيمهم. كيف يتركون أبوهم اللي تعب عليهم واللي رباهم؟ كيف يتركون أبوهم اليوم أنهم صغار ما ينام إلا ينامون ويرتاحون؟ كيف يتركون أبوهم ويخلون 2 ما أحد يدري عنه؟ خلهم يرتاحون محرمهم، والله ما أتركهم يوم القيامة، ما أتركهم عند الله حكم عدل، مساكين يظنون أنهم مرتاحين. ثم بدأ يبكي. قلت لا يا عم لا تبكي، قلوبنا لك ويدينا لك. قال يا ولدي صح،
لك يدين ولك قلب، ولكن يا ولدي ما فيه أحد من يد الولد، ما فيه أحد من يد الولد ولا أحد من قلبه. وبدأ يبكي، قلت لا يا عم ادع الله أن الله يجيبهم. قال يا رب لا تسعدهم بالدنيا والآخر، لا تسعدهم بالدنيا والآخر. نظرت إليه يا أخوان يبكي، قلت يا عم ريح من نفسك. قال يا ولدي، يا ولدي عشرة من عيالي ما فيهم واحد فيه خير، عشرة من عيالي ما فيهم واحد فيه خير. تركته يا إخوان وأنا أبكي، خرجت من المستشفى وأنا أبكي، جلست الشهر والشهرين والثلاث، تذكرته يوم من الأيام أروح أشوف أخبار ذلك الرجل. دخلت المستشفى سألت عنه، وجدت ونظرت السرير فاضي، السرير فاضي. سألت الدكاترة، قلت يا إخوان يا دكتور وين الشايب اللي كان موجود؟ قال الشايب اللي كان موجود مات من قبل شهر. مات؟ قلت هل أحد مر عليه؟ قال مات، ولا أحد درى عنه من عياله. اتصلنا عليهم وش يقولون؟ قلت أبوكم مات، يقول الدكتور أبوكم مات. قالوا حنا الآن مشغولين، غسلوه وكفنوه ودفنوه. يظن كثير من الناس، يظن كثير من الناس أنه يوم يذهب أبوه إلى المستشفيات يظن أنه من البر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عار، لا يدخل الجنة عار. يا كم وكم من الآباء يبكون وينوحون على أبنائهم، كم من شاب عاق لوالديه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Oh.